بحسب آخر المعلومات التي وردت لمكتب شرقية نيوز الإخباري، كشفت مصادر مطلعة في بغداد عن إكمال القضاء العراقي إجراءات عودة 4 من السياسيين العراقيين الموجودين خارج البلاد لأسباب سياسية. وقالت المصادر المطلعة أنه أصبح بإمكان السياسيين 4 العودة إلى العراق اعتبارا من الأسبوع المقبل بعد وساطات قام بها مسؤولون كبار في الدولة لدى القضاء العراقي. وكشفت المصادر أن السياسيين 4 هم كل من نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، ووزير المالية السابق رافع العيساوي، ومحافظ نينوى السابق أثير النجيفي، والشيخ علي الحاتم. إذن مشاهدينا، نعيد عليكم قراءة هذا الخبر، حيث كشفت مصادر مطلعة في بغداد عن إكمال القضاء العراقي إجراءات عودة 4 من السياسيين العراقيين الموجودين خارج البلاد لأسباب سياسية. وقالت المصادر المطلعة إنه أصبح بإمكان السياسيين 4 العودة إلى العراق اعتبارا من الأسبوع المقبل بعد وساطات قام بها مسؤولون كبار في الدولة لدى القضاء العراقي. وكشفت المصادر أن السياسيين 4 هم كل من نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، ووزير المالية السابق رافع العيساوي، ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، والشيخ الأخير دعمه للتظاهرات في المنطقة الغربية. نعم، الهاشمي وخلال الاتصال قال إنه تعاون مع المجرم عزة الدوري ومع تيارات سياسية أخرى لدعم التظاهرات. بعد وصفها بالسلبية من قبل الكثيرين، ها هي التظاهرات في الأنبار والمحافظات الغربية الأخرى قد انكشف زيفها واتضحت نواياها من خلال الدعم الخارجي والداخلي على حد سواء، من خلال المال والسلاح، فضلا عن تواجد زمر القاعدة الإجرامية فيها. قناة العهد حصلت على تسجيل لإحدى المكالمات الهاتفية التي أجريت بين المواطن المعروف على شبكات التواصل الاجتماعي ثائر الدراجي وبين المجرم المدان طارق الهاشمي. أكد الأخير فيها للدراجي، والذي عرف نفسه للهاشمي خلال الاتصال باسم أبو صهيب، أكد دعمه للتظاهرات في الأنبار من خلال التنسيق مع النائب أحمد العلواني وكذلك بعض الجهات المسؤولة عن التظاهرات. كيف أحوالك أستاذ طارق؟ بخدمتك أنا، شلونك؟ حياك الله، أنا أبو صهيب من الأنبار، من المنظمين للمظاهرات في الأنبار. اي نعم نعم، كيف احوالك استاذ طارق؟ الله يحفظك عزيزي، الله يسلمك، يبارك فيك. والله سمع الحمد لله بخير، بس المظاهرات شفت اللي صار بالجمعه السابقه وما نعرف احنا يعني انتهت علينا. ليش؟ انا اليوم مشيت ويا احمد علوان الصبح جيت نعم. وكانت رشاد في نقش مدينة. نعم. وطوقت يعني جيت ويا المصدر مالهم ورجعت على أحمد وكان مطبق الحمد لله يعني هيك كان. وفي سؤال وجه للمجرم طارق الهاشمي حول إمكانية محاولة ضم بعض أطراف المكون الشيعي إلى صف التظاهرات، أجاب الهاشمي إن هذا الموضوع مهم، مؤكدا يجب العمل لإقناعهم أو تحييدهم بأي وسيلة ممكنة. أستاذ طارق، يعني بعض الجماعة أمام الشاشات أمام الكاميرات يعني صيحون حربية، ونعرف إحنا شوية نريد نجر بعض الأطراف الشيعية حتى تكون معنا، أعتقد مو صح هذا المنهج صحيح لو غلط؟ نعم بالتأكيد، انت شفت المقابل مالتي في اليوم؟ نعم شفت. كما تطرق الهاشمي خلال سؤال آخر بخصوص موضوع الأغلبية السنية في العراق، مبينا أن السنة لديهم الأغلبية لكن الاعتماد على البطاقة التموينية أمر غير صحيح. أنا سمعت تعليقك اليوم في قناة الجزيرة مباشر، حضرتك قلت بأنه يعني أهل السنة ما شاء الله يعني أغلبية في العراق. طبعا هذا واقع الحال، طبعا بالتأكيد. نعم هذا واقع الحال، يرجعون على البطاقة التموينية بالتأكيد، مو هذه الأغلبية شو نعم. نعم. في أفراد المحافظات الموجودة نعم يعني أغلبية. نعم. هذا واقع الحال.
وفي تأكيد على تواجد زمر البعث والتكفير داخل التظاهرات وبدعم من قبل المجرم عزة الدوري، أكد الهاشمي ذلك مؤكدا أنه سيتم تحريكهم في الوقت المناسب لتنفيذ عمليات إجرامية ضد الجيش والشرطة فضلا عن المواطنين. طيب أستاذ طارق هاشم، الآن أكو جماعات في الأنبار يعني تعمل يعني بأوامر الاستاذ عزة الدوري يعني، وقاعد تعمل فد مثل يعني جبهات عسكريه يتدربون بيها، نشارك بيها لو لا؟ هذا الموضوع سابق لاوان، انا اعتقد يعني هو يعني هذا الموضوع احنا نتحضر له، هم الناس اللي يجون موجودين في الاسلامي، موجودين الاخوان، موجودين هيئه علماء المسلمين، موجودين حركه التنفيذ موجوده، عراقيين موجوده، شيوخ موجودين، اشاعر موجوده، هذه كلها تشكل حقيقة الأمر. هذا التنوع هو يعني ليس هذا انتباهه أنه يشاهد الجامعة عن كل هذه الأطراف، وبالتالي لا ينبغي اليوم أن يكون طرف معين أن أنا مثل الجميع، وبالتالي أنا الجميع السمع والطاعة، هو جزء من كل. أكدت كتلة الحل أن القيادات المنضوية داخل كتلة متعة من الاشتراك وثار الدراجي من أهل العظم، أهل العظمية، يعني تعرف شنو اللي راح يصير؟ عندما لا يشترك أهل ديالة ستكون ميليشيات ديالة هي الممثل الشرعي لأهل ديالة، وعندما لا تشترك محافظة بغداد سيكون الفائزين هم إما طائفيين أو سنة المالكي، أو سيفوز في الأعظمية ثار الدراجي اللي فات وشتمهم قدام كل الدنيا بابا بعنيفة، وسيكون الفائزين في الموصل والأنبار وصلاح الدين هي القوائم والشخصيات اللي زرعها المالكي حتى يسد نقص الأعضاء اللي راح يخسرهم. المتحدون ستتصارع في الو استاذ الخير، ان جيت ان شاء الله. نعم حياك الله، كيف احوالك؟ الحمد لله. الله يسلمك استاذنا، احنا ما نعرف انت داخل العراق او خارج العراق؟ والله انا خارج. في خارج العراق؟ في عمان. نعم. ها في عمان. طيب شنو السبب استاذ؟ يعني احنا نريد نسوي لك لقاء تلفزيوني، يعني نقدر تقتل العراق ام هناك عليك مذكره او شيء اخر؟ شلون؟ عليك مذكره اعتقال ام ماكو مشكله؟ لا ما داخل واخذ عيونه الصوت مو واضح عندي. انا جنابي. طيب استاذ انت عندك موقف مشرف طبعا في موصل، فحبينا نعمل وياك لقاء تلفزيوني. ها؟ مو جنابك؟ انا جنابي ثائر الدراجي. تفضل. اريد اسالك شنو انت موقفك الان وانت تركت الموصل بيد الدواعش ينكحون يعني بنات الموصل، شنو موقفك؟ هم هذا الكلام السخيف اللي يقولوه كلهم بيها. هو من المحافظ؟ من المحافظ؟ من المحافظ؟ يا قبيل يا حيوان يا شيخنا تسمعنا الان؟ تسمعني ان شاء الله؟ اقول لك شيخنا، انا سمعت لك بان قلت في احد المرات بان انا ازين الشارب اذا رفعوا صور صدام وشعارات طائفيه، الان رفعوا صور صدام وشعارات طائفيه، انتظر وعدك زين شواربه. والله رفع صور صدام الان تنقل الاخبار. قناه الرافدين. شنو قناه الرافدين؟ اسمعني 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 شيخنا، هو الكلام اخذ وعطى. طيب الخميني وخامنئي شنو حقق وياك؟ وبعدين انا غير اتكلم وياك بادب، وانت شيخ لازم تكلمني بادب، انت شو لسانك طويل يعني ما حد ساده لك؟ لا تقول لي ولا اقول لك. اقول لك اسمع 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 اسمع، هذا الحكي لا تشوفه وياي. لك بابا رفعوا شعارات طائفيه. كتب الخشوم. طه الدليمي. طه الدليمي. ما حد جابر طائفيه. طه الدليمي. طه الدليمي اللي يقول لا تذكروا الحسين بالمظاهرات. انا ما جاي دافع عن الحكومه، قل انا دافع عن عقيده التشيع. طه الدليمي قال بقناه يا اخي اليوم لافتات المتظاهرين سوف نخرج الصفويين. من المقصود بالصفويين؟ اي متظاهرين تخشى عنهم؟ متظاهرين في الانبار والفلوجه.
شفتها بعينك انت؟ نعم شفتها بعيني والان الصور منتشره حبيبي. مطالبه ابنك شافها، اسمع ابو حبيبي، اسمع شيخ هذا. نعم. شيخ دافع عن عقيده احنا الانبار وشغل العقيده. احنا شغلتنا يوم واحد زين ورفع شعار اشهد ان علي ولي الله، اشهد ان علي ولي الله، مو طالبته برفعها؟ من طالب رفعها؟ هاي اسامه النجيفه قدم للمجلس النواب. يا اخي والله ما يخلونها العالم هاي، عمي انت بس انت مسؤول كثير تحكي فيها بيك شيء. لا ما في طالب عمي، مو طالب فيها يعني طالب الباحث بالاعلام. زين طه الدليمي شنو ردك عليه هذا اللي يقول لا تذكروا الحسين بالمظاهرات؟ شنو ردك على طه الدليمي هذا اللي تعب قناه صفر وصال؟ زين شنو ردك انت على الخزاعي؟ يقول قاتلوا ربع معاوية، ها؟ إذا أنتم تحبون معاوية نقاتلكم. يا ولد عرف معاوية من هو؟ معاوية كلب ابن.